يواصل معبر رفح المصري استقبال شاحنات المساعدات للدخول إلى قطاع غزة، وشهد المعبر اليوم دخول أكثر من 130 شاحنة من البوابة المصرية متجهين لمنفذي العوجة وكرم أبو سالم. المزيد يطلعنا عليه مراسل التلفزيون المصري محمود جميل. مشاهدينا الكرام، نحييكم من هنا من أمام بوابة معبر رفح المصري، بوابة الخير التي لا زالت تتدفق من خلالها كل المساعدات الإنسانية التي تجهزها وترسلها مصر لقطاع غزة دعما للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. من ضمن المشاهدات أو الملاحظات، يعني نلاحظ أن اليوم هو من الأيام التي تتكدس فيها الشاحنات بكثرة أمام بوابة معبر رفح المصري، وعلى مرمى البصر مما أقف الآن نرى هذه الشاحنات المترصة على جانب الطريق، عدد كبير من الشاحنات، عدد يعني كبير جدا يحمل عدد من المساعدات الإنسانية سواء كانت الغذائية أو حتى المستلزمات الطبية. هذه الشاحنات بخلاف الشاحنات التي تتواجد في الساحة الخارجية التي خصصت لي يعني انتظار الشاحنات وأيضا سائقي هذه الشاحنات، فضلا عن الشاحنات الموجودة في مدينة العريش التي يتم تجهيزها في المخزن الاستراتيجي للهلال الأحمر. هذه الشاحنات تأتي تباعا إلى بوابة معبر رفح المصري وتقف هنا أمام هذه البوابة لدخولها تباعا. نتحدث اليوم تحديدا عن الشاحنات التي دخلت من خلال بوابة معبر رفح المصري، نتحدث عن 45 شاحنة اتجهوا إلى منفذ العوجة، بالإضافة إلى 95 شاحنة اتجهوا إلى منفذ كرم أبو سالم. كل هذه الشاحنات تخضع لعمليات التفتيش من الجانب الإسرائيلي، ولكن هذا الرقم قليل جدا وقليل للغاية مقارنة بعدد الشاحنات الكبيرة الموجودة هنا أمام معبر رفح والتي يتم تدفقها تباعا على المعبر لدخولها إلى قطاع غزة. وهذا يعود بالطبع إلى الإجراءات الإسرائيلية التعنتية التي تحول دون وصول أكبر عدد من الشاحنات إلى قطاع غزة. نتحدث أيضا عن أن من داخل أو من بوابة معبر رفح المصري نتحدث عن دخول 4 شاحنات للغاز، بالإضافة إلى 3 شاحنات للسولار. كل هذه الشاحنات تدخل من خلال معبر رفح المصري، بالإضافة إلى دخول 30 سيارة إسعاف من هذه البوابة لاستقبال المصابين والجرحى الذين يأتون من قطاع غزة لتلقي العلاج هنا في المستشفيات المصرية، سواء في محافظة شمال سيناء أو حتى في المستشفيات في مدن القناة والقاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة.